تم تجهيز مقر للعزل والحجر الصحي كخطوة مبدئية ومحلية بتكاثف الجهود من السادة أعضاء اللجنة داخل بلدية صبراتة، وتشكيل لجنة طبية استشارية موجودة قائمة على تقديم خدماتها للمواطنين بهذا المركز. تم جمع كافة أطباء الباطنية في بلدية صبراتة وافتتاح عيادة مركزية داخل مركز جراحة ومرض القلب لتقديم خدماتها للمواطنين، كذلك تقدم خدماتها من خلال الفترة الصباحية دوام الصباح إلى عند الساعة 7 مساء. بعد 7 مساء يتم استقبال الحالات الباطنية ومرض التنفسية في داخل عيادات مستشفى صبراتة التعليمي. نشكر العناصر الطبية المساعدة التي تنادت ولبت نداء الوطن ونداء الواجب لتقديم خدماتهم والمساعدة في رفع العبء على المواطنين وتطمين المواطنين.